أنا شركتي الشقة كتير كبيرة منها هي الإعلان الاجتماعي، فبتتخيلوا قديش بقولكم نعم 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 إن أنا تركت كل شيء بحياتي يمكن ركزت على الإعلان الاجتماعي لأنه فيه بنفيتس كتير مهمة. فإذن أصبح الإعلان الاجتماعي النشاط الأول عبر الإنترنت، شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها، وعم تتحول العالم صارت عم تتغير وعم بتغير تصرفاتها حسب الإعلان الاجتماعي. عندما يسيطر العالم في الصباح، الناس في الصباح أول شغلة بيعملوها ما بقى نقوم بننتخت ونشرب مي ونحضر تلفزيون ولا نقرأ جريدة، ما بقى نعمل هيدا الشيء. صرنا أول شغلة بنعملها نحن وبنتخت منشيل التليفون من حدنا، نطلع عليه، نفتح فيسبوك لحدا نشوف إذا حدا كتب لنا شيء ولا هيك، نفتحه على السريع، نفتح تويتر بنشوف الإيميلات تبعولنا. أول شغلة بنعملها وقتها بنوعى بوكي، وشوفوا قديش هيدا الشغلة مهمة، وشوفوا قديش ما صار لزمان مبلشة. هيدا ما إنه عم نحكي من 20 سنة نحن بعاداتنا موجودة هيدا الشغلة، لا، هيدا منا شيء بعاداتنا، هيدا شغلة هلأ صارت، هلأ تعودنا عليها، وفردت علينا من وراء الإعلام الاجتماعي، فهالقد مهم الإعلام الاجتماعي. شغلة ثالثة إنه أصبحت شاشات الهواتف أكبر، بتلاحظوا كل ما بنتقدم أكثر بالتكنولوجيا كل ما الشاشة تبع الهاتف صارت أكبر، لدرجة إنه مثلا بأبل من الأول ما حطوا كيبورد، صار كيبورد فيرتشوال بتبص عليه لحتى يطلع، أوكي؟ مع كاميرات محسنة وأكثر وأكثر عم تتحسن، أوكي؟ لحتى لأجل تحسين وزيادة المحتوى من الصور ومقاطع الفيديو. ومنشان هيك صرنا هلأ نحن ما بقى عايزين ديجيتال كاميرا، ما بقى عايزين كاميرا، لأنه محل ما سفرنا بالعالم شو ما عملنا، إذا رحنا حيلا مطعم، إذا عملنا حيلا شغلة، إذا شفنا حيلا شغلة، أول شغلة بنعملها هي إنه نمسك تليفوننا ومنصور، أوكي؟ وتاني شغلة بنعملها هي إنه منحط هيدي الصورة على فيسبوك، على تويتر أو على إنستغرام. لم نعد نستخدم الهاتف للصوت، نحن حتى وقت بقى نحكي مع بعضنا، أوكي؟ ما بنحكي مع بعضنا، ما بتلفن للعالم أنا، ولا العالم بتلفنولي، صرنا بنحكي مع بعضنا على واتساب. واتساب او بي بي ام بس قليل لحتى نحكي مع بعضنا على التليفون بالصوت. ومش بس هيك، نحكي ونعمل حديث. من زمان كنا نقعد على التليفون ونتحدث، هلا ما في شيء اسمه نتحدث، في شيء انه ببعث واتساب بسألها لصديقتي او لحيال لحدا، انت بالبيت؟ طب اوكي انا جاي لعندي، خلصت هون. هذا اذا كان عندي وقت روح لعنده، اكيد لانه مع الاعلام الاجتماعي ما بقى عندنا وقت نعمل شيء ثاني. فاذا ما بقى صرنا نستعمله للصوت، أصبحنا نستخدمه بشكل أساسي للتواصل عبر الإعلام الاجتماعي. كل حدا عنده سمارت فون بالعالم يستعمله، أكيد عنده فيسبوك، أكيد عنده إنستغرام، على الأرجح عنده تويتر. كمان شغلة كتير مهمة بالنسبة للإعلام الاجتماعي بال2013، عاملان أساسيان يحركان الإعلام الاجتماعي، أول شيء المحمول وزيادة المحمول. فقد ازداد عدد الأشخاص الذين يقومون بالولوج إلى الإنترنت بواسطة الهاتف المحمول بنسبة 60.3%. هالقد صار في عالم بيستعملوا التليفون. فإذا تتخيلوا قديش أهمية استعمال التليفون على نطاق التسويق، أوكي؟ فإذا وصل المستخدمون، أوكي، أو عددهم إلى 18 مليون شخص خلال السنتين الماضيتين. هيدي أول شغلة. ثاني شغلة كمان كتير مهمة، كنا دائما نحن نفكر إنه الإعلان الاجتماعي هو للجنريشن تبعيتنا وللأصغر منا، للي عمرهم 30 سنة وأشوي أكثر، 30 و40 سنة، اللي قدروا يواكبوا هذا التطور التكنولوجي، واللي أصغر من هيك اللي عمرهم بالعشرينات وبال 18 وإلى آخره، اللي هن خلقوا مع التكنولوجيا. فإذا كنا مفكرين إنه بس هؤلاء المصابين، أو مش المصابين، يمكن المهدوفين من الإعلام الاجتماعي، سمع إنه لا، لأنه اعتماد الإعلام الاجتماعي من كل من قبل المستخدمين الكبار السن عم بيزيد أكثر وأكثر. الفئة الأسرع نمواً على شبكتي فيسبوك وجوجل بلس فهي بين 45 سنة وال 54 سنة، فقد بلغت نسبتهم 46% و56% تباعاً.